يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على اكتافه آلاما ثقيلة أنا وانت من جمله اسبابها. الكوفة بانتظارك يا امام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة الا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي ولكن من دون نظره عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الانوار يا سر الاسرار متى الاشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الاشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه الثالثه بعد العاشره بعد الثلاثمائه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني مراجع النجف وكربلاء مراجع حوزة الطوسي ضحكوا علينا فيما مضى على اجيالنا السابقه ولا زالوا يضحكون علينا على اجيالنا اللاحقه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكه لهم ولابنائهم واصهارهم واحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و, و, و الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أي يخبرون عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة لم يخبرونا عن جهله المضحك، عن ثقافته المبعثره، وعن فساده وفساد اولاده واصهاره وكل اسرته الموقره. انه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد. انه, إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد, الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا الى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده, عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء, ورياء عبادة, عباده ونفاق سياسه, سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق, ونفاق سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة انتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجا. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخره وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة انتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت, لا صوت يعلو أعملو. فوق صوت المقبرة. المقبره مقبره 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 دينها ونحر, ونحر حسين, حسين مناقض بالتمام, بالتمام والكمال, والكمال لدين حيدر إنه, انه لمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة هذا هو دينه إنه نمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبره إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمت بكل ما اوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمدت بكل, بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل, وقاتل البتول قد أبعدونا, أبعدونا ده ده. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا, قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا, ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا راي حصيف يا حمير الارض انا نشكو الى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبرة, مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الثالث من جواب على سؤال يرتبط بمسألة من مسائل الطلاق كي انتفع من وقت الحلقة لا اريد ان اعيد ما تقدم ذكره في الحلقتين الماضيتين في الحلقه الماضيه قلت من انني ساتحدث في امرين الامر الاول تحدثت فيه في الحلقه المتقدمه حينما وجهت انظاري الى ملابسات المساله انها مساله مضمونها ان الزوجه تطلب الطلاق من زوجها وهو لا يطلقها فحينئذ لا بد ان تتبع نظاما بينته لكم لا اريد ان اعيد الكلام بخصوصه هناك مراتب ودرجات على المراه ان تتابع شانها معها كي تستطيع ان تحصل الطلاق من جمله هذه المواطن هذه الجهات انه الحاكم الشرعي المعين لا اتحدث عن تعيين بالاسم وانما اتحدث عن تعيين بالاوصاف عن تعيين بالمؤهلات انه الحاكم الشرعي المعين من قبل ائمتنا زمان الغيبه حيث لا تكون هناك دوله شرعيه حقيقيه وحينئذ لا توجد محكمه شرعيه حقيقيه لا يوجد جهاز قضاء شرعي حقيقي حتى تستطيع المرأة أن ترفع قضيتها عند تلك المحكمة الشرعية الحقيقية ينتقل الأمر إلى الحاكم الشرعي ومثل ما بينت لكم بحسب ما أعتقد في واقعنا الشيعي لا يوجد عندنا حاكم شرعي حقيقي لان المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه تتبع منهاجا يتناقض بدرجه كامله مع المنهاج الذي جعله ائمتنا منهاجا لتخريج الفقهاء لتخريج القضاة الذين يشخصون ويعينون من قبل ائمتنا على انهم حكام شرعيون يرجع اليهم في المنازعات والخصومات التي تقع فيما بين الشيعه لان الائمه منعوا الشيعه ان يرفعوا امورهم هذه الى قضاة الجور. قرأت عليكم رواية من الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران الجزء السادس صفحة 347 وسبعة واربعين رقم الحديث 336 وستة بسنده بسند الطوسي عن أبي خديجة إنه سالم ابن مكرم وهناك من يقرأه سالم ابن مكرم ابو خديجه يقول بعثني ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه بعثني الى اصحابنا فقال قل لهم الى اصحابنا الى شيعه العتره الطاهره قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء تدارى وقع هناك تدار تدافع إنه النزاع والخصومة إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق انهم قضاة الحكومات امامنا الصادق عاش مقطعا من الزمان في الدوله الامويه وعاش مقطعا اخر في الدوله العباسيه قضاة الجوري وكذلك فقهاء النواصب ان تتحاكموا اياكم ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اذا ماذا يصنعون؟ الامام يقول اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا ممن عرف حلالنا وحرامنا. واستعمل الامام الحرف قد ممن قد عرف انها معرفه اكيده متحققه. الامام لم يقل ممن قد علم حلالنا وحرامنا. علم حلالنا وحرامنا إنه سمع به أما أنه عرف حلالنا وحرامنا هو الذي بحث عنه وحقق فيه وصارت فيما بينه وبين أحكامهم صارت معرفة صار هناك تواصل الإمام لم يقل ممن قد علم حلالنا وحرامنا اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا هذا التعبير دقيق جدا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا هذا يعني لا يجوز لنا ان نقول من ان دين محمد وال محمد من انه مذهب كسائر المذاهب نستطيع ان نستعمل هذا التعبير وفقا للمعنى اللغوي، اما وفقا للمعنى الاصطلاحي لا يجوز لنا ان نستعمله. الامام قرن الامر بحلالهم وحرامهم فقط ونهى الشيعه ان يترافعوا الى الاخرين، الاخرون عندهم مذاهب فليطلقوا على انفسهم ما يريدون ان يطلقوا من العناوين والمصطلحات اما دين محمد وال محمد فعنوانه واضح انه دين الكتاب والعتره انه دين علي وال علي صلوات الله عليهم اما استعمال هذا المصطلح المذهب بعنوان أنه مصطلح مثل ما يستعمل عند المذاهب الأخرى فهذا في أحسن أحواله استحمار وجهل وجهالة وغباء في أحسن أحواله وإلا فهو كفر صريح بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا، هذا هو الذي قصدته من أن الأئمة عينوا لنا قضاة ضمن مواصفات معينة ضمن منهج معين. فاني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. الرواية هنا تحدثت عن قاض شرعي ووصفته إجمالا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. في الكهف الشريف في الجزء الاول الطبعه طبعه دار الاسوه طهران ايران هذا الباب هو الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث اذهب إلى الصفحة السابعة والثمانين إلى الحديث العاشر بسنده بسند الكوليني عن عمر ابن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عمر بن حنظله سال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين من اصحابنا من الشيعه بينهما منازعه في دين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاه ايحل ذلك الامام منع الشيعه من ان يترافعوا الى السلطان والقضاه. انها الدوله الامويه، انها الدوله العباسيه، انها الدول والحكومات الناصبيه التي تدين بدين سقيفه بني ساعده. الامام منع الشيعه الا ان يكونوا مضطرين، ذلك امر اخر. بحسب الروايه الروايه طويله ولا اريد ان اقراها بتمامها وكمالها لكنني ساذهب الى موطن الحاجه منها حيث بين لنا امامنا الصادق المنهج الذي لا بد ان يعتمد في دراسه احكامهم الشرعيه وأن يتخرج القضاة الشرعيون أن يتخرج الفقهاء وفقا لهذا المنهج عمر بن حنظلة بعد أن بين له الإمام الصادق من أنه لا يحل للشيعة المتنازعين أن يترافعوا إلى قضاة الجور عمر بن حنظلة يقول قلت فكيف يصنعان هذان المتخاصمان من الشيعة إذا كان لا يجوز لهما أن يترافعا إلى قضاة الجور فكيف يصنع الإمام بيّن لنا هذا المضمون المهم قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما هذا هو النص الذي يؤسس بشكل مباشر للحاكم الشرعي الذي ترجع اليه الشيعه زمان الغيبه لانه لا توجد دوله شرعيه حقيقيه فماذا سيصنع الشيعه يرجعون الى الحاكم الشرعي الحقيقي الذي لا وجود له بيننا الان الا اذا ما توفر هذا المنهج وتخرج القضاة وفقا لهذا المنهج. يعني ان حوزه الطوسي تغادر منهج ضلالها الموجود الان وتتبنى هذا المنهج. حينئذ سيتخرج منها قضاة شرعيون اما الان فانها تخرج قضاة شيطانيين هؤلاء شياطين الذين يتخرجون من حوزة النجف وكربلاء هؤلاء شياطين بتمام معنى هذه الكلمة سأوضح هذا المطلب الإمام هكذا يقول ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا بحكمنا بحكم محمد وال محمد لا بحكمه هو الذين يتخرجون من حوزه النجف وكربلاء بحسب منهج الطوسي يحكمون بحكمهم لا بحكم محمد وال محمد ولذا فانهم ليسوا حكاما شرعيين حقيقيين هؤلاء حكام شرعيون من وجهه نظر الشيعه والشيعه ماذا يفقهون؟ الشيعه حمير عند هؤلاء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه لم يقبل حكم محمد وال محمد فإنما استخف بحكم الله وعلينا راد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة النجف وكربلاء حرفوا هذا الحديث فاخذوا يرددون من ان الرد على الفقيه راد على الله كذابون حقراء سفله لا يوجد حديث بهذا النص اتحداهم ان يخرجوا لنا حديثا بهذا النص كذابون مراجع النجف وكربلاء كذابون سفله حقراء هذا الحديث لا وجود له. ليس هناك من حديث عن الائمه من ان الراد على الفقيه راد على الله تعالى. هم اخذوا هذا المضمون وحرفوه هؤلاء السفل الحقراء اتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من الاموات والاحياء من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل كذابون سفله يكذبون على الائمه اتحداهم ان يخرجوا حديثا بهذا النص من ان الراد على الفقيه راد على الله تعالى هذا كذب وافتراء يرددونه على المنابر يرددونه في الفضائيات ويكتبونه في اجازات الاجتهاد لبعضهم البعض الحديث هو هذا فاذا حكم بحكمنا اذا حكم هذا الحاكم الشرعي المعين من قبل الائمه في زمان الغيبه في زمان الهدنه اذا ما حكم بحكمنا لا بد ان يكون متخرجا وفقا للمنهج المذكور والا اذا كان متخرجا من حوزة النجف وكربلاء فهذا حاكم شيطاني هذا حاكم ضلال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه الشيعي الذي رفع قضيته اليه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد وليس على الفقيه الفقيه لا قيمة له الفقيه واسطة لنقل حكم العترة الطاهرة الرد على حكمهم الرد عليهم وليس على الفقيه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله اما ان الراد على الفقيه راد على الله هذا من اكاذيب مراجع حوزه الطوسي هذا كذب وافتراء على الائمه لا وجود لمثل هذا الحديث في كل المنظومه الحديثيه التي عندنا نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع لنا كل المطلب في هذه الكلمات الوجيزه ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا اولا ونظر في حلالنا وحرامنا ثانيا وعرف احكامنا ثالثا روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما هذا هو الحاكم الشرعي المنصوب المعين قولوا ما شئتم من قبل ائمتنا زمان الغيبه ليس منصوبا بالاسم ليس معينا بالاسم وانما بالاوصاف والمؤهلات روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف احكامنا جعلته عليكم حاكما ناخذ هذه الفقرات فقره فقره اول فقره روى حديثنا حينما نقول روى حديثنا الروايه تعتمد على حفظ للنصوص مثلما قالها المعصوم او بمعناها ومضمونها فاما ان يحفظ النص لفظا ومضمونا واما ان يحفظ بمضمونه لكننا حينما نقول راوي للحديث لا بد ان يكون في الاعم الاغلى تكون محفوظاته بالالفاظ والمضامين لكنه ايضا يحفظ المضامين دون الالفاظ ولا بد ان تكون المضامين قد حفظت بدقه عاليه الراوي يحفظ يحفظ الاحاديث في الاعم الاغلب يحفظ الالفاظ مثل ما قالها المعصوم مثل ما وردت عن المعصوم ولكنه قد يحفظ من الاحاديث بمستوى المضمون فقط وفي بعض الاحيان يصل الحديث الى راويه الحديث ليس بنفس الالفاظ التي فاضت بها شفاه المعصوم وانما بحسب الفاظ الرواه الذين نقلوا الحديث عبر الزمان الى هذا الراوي خلاصه الكلام الراوي يحفظ الحديث هذا اولا وثانيا يروي الحديث يروي بلسانه وليس على الورق كتابه الحديث على الورق لا يقال لها روايه اذا ما قيل لذلك روايه على سبيل المجاز الكتابة ضرورية بل واجبة بل من اوجب الواجبات. لولا ان يستعين اصحاب الائمة بالكتابة والجمع والتاليف وضبط النصوص على الورق لما بقي شيء من الدين. حفظ الدين بكتابة النصوص هذا واجب اخر من واجبات رواه الحديث لكننا حين نقول راويه حديث لا بد ان يحفظ الحديث لا بد ان يكون حافظا للحديث لا على الورق ان يكون حافظا للحديث في ذاكرته في حافظته في خزانه معلوماته قولوا ما تشاء لا بد ان يكون حافظا للحديث ولا بد ان يكون متحدثا به. وهذا لا نستطيع ان نتصوره ان لم يكن مدركا لمعاني الاحاديث التي يحفظها ولو بالاجمال والا كيف يستطيع ان يحفظ الحديث وهو لا يفقه معناه. وكيف يستطيع ان ينقل الحديث للاخرين وهو لا يفقه معناه. جزء من روايه الحديث ان نفقه معنى الحديث. لانني اذا كنت لا افقه معنى الحديث فحينما انقله لا يقال لي من انني راوي للحديث ابدا. انا هنا ببغاء. فهل يقال للببغاء راوية حديث اذا ما ردد حديثا مثل ما سمعه من الاخرين لنفترض ان ببغاء او اي نوع من انواع الطيور التي تحفظ كلام الانسان وتردده هذه الطيور سمعت راوية حديث يردد الاحاديث وحفظت تلك الطيور الاحاديث وأخذت ترددها للآخرين فهل هذه الطيور يقال لها رواة حديث لا يقال لها رواة حديث لأنها لا تفقه ما تقول فراويه الحديث لا بد ان أه يكون واعيا بما يقول وعيه بما يقول هو الذي يجعله مبرزا للمعنى حينما يلقي الحديث طريقه القاء الحديث وهي طريقه الروايه تتوقف على فهم الحديث كيف انقل لكم حديثا بطريقه صحيحه في النقل وانا لا افقه معناه فراويه الحديث لا بد ان يكون ملما بمعاني الاحاديث التي يحفظها بدرجه من الدرجات ليس بالضروره ان يكون ملما بكل حقائقها وتفاصيلها لكنه لا بد ان يكون عارفا بمعاني الاحاديث بالاجمال بشرط ان تكون معرفته صحيحه ان تكون معرفته سليمه المعرفه الخاطئه ستجعل من هذا الناقل للحديث ستجعل منه راويه سوء هذا ما هو براويه حديث الائمه وحينئذ يشترط في راوي الحديث ان يكون عارفا بالعربيه واسرارها واحكامها والا كيف سينقل الحديث الى الاخرين بشكل صحيح وكيف سيكون متفقها في الاحاديث التي يحفظها ما لم يكن ملما بالعربيه واسرارها وخصائصها وأحكامها. ولا بد أن يكون على قدر من الفصاحة وإلا كيف سينقل الحديث؟ كيف سينقل الروايات؟ هل سينقلها بلغة تفتقر إلى الفصاحة؟ حينئذ ما هو براوية حديث راويه الحديث هو هذا انا اسالكم هذا الحكواتي الذي كان يحكي الحكايات في المقاهي في الازمنه السابقه هذا الحكواتي اذا لم يكن كلامه بينا وواضحا وفصيحا بحسب اللهجه التي يتكلم فيها في اي بلد من البلدان اذا لم يكن كذلك هل يصفه الناس بانه حكواتي لابد ان يكون فصيحا بحسب اللغه واللهجه التي يتكلم بها ولا بد أن يكون عارفا بما يقول وإلا لا يقال له حكواتي فما بالكم برواة الدين برواة تفسير القرآن برواة معارف العترة الطاهرة راوية الحديث لا بد أن يكون حافظا للحديث في الأعم الأغلب يحفظ النصوص بألفاظها ومضامينها وفي بعض من محفوظاته يحفظ الأحاديث بمضامينها بشرط أن يكون المضمون صحيحا يضاف إلى هذا لا بد أن يكون واعيا بالذي قد استقر في حافظته من الاحاديث لا بد ان يكون متفقها فيها لا بد ان يكون على قدر من الفصاحه تكون مناسبه لنقل الاحاديث الى الاخرين بنحو واضح وصريح وهذا يقتضي ان يكون ملما باسرار العربيه واحكامها لا بد ان يكون قادرا على الالقاء الصحيح وهذا يقتضي ان يكون عارفا بفن الالقاء ولو بدرجه من الدرجات فراويه الحديث يحتاج إلى فن الإلقاء ويحتاج إلى الكثير والكثير من العلم بالعربية وخصائصها وأسرارها وأحكامها يحتاج إلى فصاحة إلى منطق فصيح ويحتاج إلى حافظة جيدة ويحتاج إلى ثقافة واسعة كي يكون قادرا على ادراك مضامين الاحاديث هذا هو راوية الحديث اما ان يطلق على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة الا ما جاء بشكل مبتور مقطع في كتب الفقهاء بحسب المنهج الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء هؤلاء لا رواة حديث ولا هم يحزنون، هؤلاء حينما يقرؤون صلاتهم يخطئون في قراءة صلاتهم لا يحسنون ان ينقلوا الحديث بشكل صحيح، لا يحسنون قراءة الايات القرانيه فأي رواة للحديث هؤلاء؟ هؤلاء مجموعه من الاغبياء والسفهاء الشيعه يقولون عنهم فقهاء هؤلاء لا فقهاء ولا هم يحزنون لا اتحدث عنهم لانهم ليسوا عربا ابدا القضيه لا علاقه لها بالجنسيه او بالقوميه اصحاب الائمه كبار اصحاب الائمه ما كانوا عربا منهم الفارسي العجمي ومنهم التركي ومنهم الافغاني ومنهم, ومنهم 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 العربي وخيره اصحاب الائمه كثير منهم ما كانوا من العرب القضيه لا ترتبط بالجنسيه او القوميه او العشيره القضيه ترتبط بمواصفات الشخص نفسه نحن نتحدث عن دين وعن عقيده في مقام الدين والعقيده فان الجنسيه هي العقيده وان القوميه هي العقيده نحن لسنا في نظام اداري لدوله معينه تشترط في الموظف الفلاني الذي يكون في المسؤوليه الفلانيه ان تكون جنسيته كذا ان يمتلك لبعض المواصفات القانونيه بحسب قوانين تلك الدوله او هذه نحن هنا نتحدث عن العقيده الجنسيه في العقيده هي العقيده والقوميه في العقيده هي العقيده الانتماء الى ائمتنا هو جنسيتنا وهو قوميتنا وهو عقيدتنا وانتهينا انا اتحدث عن منهج غبي الذين ياتون الى الحوزه لا يدرسون حديث اهل البيت ابدا من اول يوم يعبؤون في اذهانهم من ان أكثر الأحاديث ضعيفة ومن أنكم لا تمتلكون خبرة في مراجعة كتب الحديث يوجهونهم إلى كتب العلماء إلى كتب الضلال كتب علماء الشيعة كتب ضلال لا علاقة لها بدين العترة هذه كتب ألفت وفقا للمذاق الشافعي وفقا للمذاق الأشعري وفقا للمذاق المعتزلي ووفقا للمذاق الصوفي بحسب اختلاف موضوعاتها منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أتابع هذا الموضوع قد تجدونني مبالغا إذا قلت لكم إلى هذه اللحظة وحق الزهراء هذا هو الذي أنا أؤمن به قد تقبلون كلامي ترفضون كلامي تعتبرونني مخرفا جاهلا انتم احرار بالنسبه لي اقولها وبشكل صريح منذ اكثر من اربعين عاما وانا ابحث في المكتبه الشيعيه الى هذه اللحظه لم يقع في يدي كتاب واحد لمرجع من مراجع الشيعه الف وفقا لمنهج العتره الطاهره وحق الزهراء البتول أنا لا أتحدث عن كتب حديث العترة الطاهرة أتحدث عن كتب العلماء إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وجاء بشكل نقي وصاف أبدا أبداً وأنا لا أتحدث عن مئة كتاب أو مئتي كتاب قد تابعتها أنا أتحدث عن كل المكتبة الشيعية حين أقول أتحدث عن كل المكتبة الشيعية عن الذي استطعت أن أصل إليه أتحدث عن الكتب التي وصلت إليها يدي أو وصلت إلى يدي لم يقع في يدي لحد الان كتاب واحد من كتب مراجع الشيعه قد الف وفقا لمذاق بيعه الغدير وفقا لمذاق العتره الطاهره ان بني على اساس تفسير القران الماخوذ منهم بحسب منهجهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعه الغدير لم يقع في يدي لحد الان كتاب بهذه المواصفات من هنا اقترحت مشروع كلامكم نور من هنا جاءت الفكره ومن هنا جاء القرار لإنشاء نواة مكتبة شيعية نحاول قدر الإمكان أن نجعلها نظيفة بحسب الممكن من القذارة الناصبية لا نستطيع أن نجعلها نظيفة بدرجة مئة بالمئة هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل جدا لأن مراجع حوزة الطوسي خلطوا قذارات النواصب في كل مكان في المكتبة الشيعية ولذا من العسير أن نصل إلى مستوى أن ننظف المكتبة الشيعية في نواة في جزء منها بدرجة مئة بالمئة هذا مستحيل من وجهه نظري الا اذا بقينا لزمان طويل وطويل جدا يتجاوز اعمارنا اذا الصفه الاولى روى حديثنا رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي انها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران، ايران في اول صفحة بعد مقدمات الناشر والمحقق في أول صفحة من رجال الكشي الرواية الثانية بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنه ما يحسنون من رواياتهم عنا المواصفات التي مر ذكرها راويه الحديث يكون حافظا للاحاديث بالفاظها ومضمونها مثلما وردت عن المعصوم او انه يحفظ بعضا منها بالمضامين الصحيحه لكن الاعم الاغلب في محفوظاته لابد ان يكون بالالفاظ والمضامين لابد ان يكون واعيا لابد ان يكون فصيحا لابد ان يكون قادرا على الالقاء الصحيح المواصفات التي مرت امامنا الصادق يقول اذا اردتم ان تعرفوا منازل الشيعة عندنا عند العترة الطاهرة فاعرفوهم بهذا الميزان اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا هذا هو الميزان وليس بقدر ما درسوا من كتب علم الاصول او من كتب علم الكلام او بقدر ما يحفظون من اسماء الرجال كتب الرجال وماذا قال الرجاليون عنه الكنوز هنا في الروايات نفسها الإمام الصادق لم يشر إلى علم الرجال وإلى الأسانيد لا من قريب ولا من بعيد الحديث عن الروايات اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا قد يقول قائل ربما المراد من احسان الروايه ان نحفظ سندها لا باس بذلك ولكن الامام لا يتحدث عن هذا اذا ما اكملنا قراءه الروايه لان الامام سيتحدث عن ان الفقيه هو المفهم المفهم لا يحتاج الى الاسانيد وحينما يفهمه اهل البيت لا يفهمونه من ان السند صحيح او ليس صحيحا وانما يفهمونه مضمون المتن التفهيم هنا لا علاقه له بالاسانيد ومن هنا قلت لكم فإن الأئمة لا يعبؤون بالأسانيد، نواصب سقيفة بني ساعده يعبؤون بالأسانيد، ولذا فإن نواصب سقيفة بني نجف من مراجع حوزة الطوسي البتريين والمرجئيين يعبؤون بالأسانيد لأنهم يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعده. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن أهل البيت الأئمة لا يعدونهم فقهاء فما بالكم بموقف الأئمة من هؤلاء الذولان من مراجع النجف وكربلاء الذين لا يفقهون شيئا من معارف العتره الطاهره. الائمه لا يعدون رواه حديثهم الذين يحسنون الروايه لا يعدونهم فقهاء، هؤلاء ناقلون للحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، لا نعد الفقيه منهم فقيها الذي يقول عنه الشيعه ليس من ثلان حوزه الطوسي وانما من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الروايه عن العتره الطاهره الشيعه تقول هذا فقيه على واحد منهم مثلا الامام يقول نحن لا نعد هذا فقيها وان كان راوية من رواة حديثنا وكان محسنا في الرواية لا نعده فقيها فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له او يكون المؤمن محدثا هل يكون على ارتباط بالغيب المحدث المرتبط بالغيب اي غيب ان يكون مرتبطا بإمامه كان سلمان محدثا كان محدثا عن امير المؤمنين هناك صله غيبيه فيما بين الامير وسلمان قطعا الامير هو المتحكم فيها وليس سلمان سلمان في مقام العبوديه سلمان يتوجه الى امامه فياتيه الفيض والمدد فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له او يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الانبياء او يكون المؤمن محدثا ماذا قال الصادق قال يكون مفهما نحن نفهمه على البعد والمفهم محدث يكون مفهما من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو المفهم من أخلص لله أربعين صباحا هذا يعني أن مراجع النجف وكربلاء لا يملكون ذرة من الإخلاص لو كانوا مخلصين لمدة أربعين يوماً السيستاني الان تجاوز التسعين لو كان مخلصا لمده اربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه وهكذا بقيه المراجع تفجرت لظهرت السيستاني اخرس 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 هذه احاديث الائمه بقيه المراجع الذين يتكلمون حينما يتكلمون تنكشف عوراتهم بشير النجفي او اسحاق الفياض اذا ما تكلم عوره تتكلم انه عوره حقيقيه على الارض تتكلم فضيحة بتمام المقاييس والبقية كذلك فأين هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب هذا يعني هؤلاء لا هم فقهاء ولا رواة حديث ولا هم مخلصون ولا هم زهاد وكل هذا الذي تتحدث به الشيعة عنهم لا حقيقة له لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا من أن الزاهد الحقيقية ستتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وأعطانا ضمانا من أن الذي يخلص لله أربعين صباحا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه إذن هؤلاء لا هم مخلصون ولا هم زهاد ولا هم فقهاء ولا هم فهماء ولا هم رواد حديث هؤلاء شياطين هؤلاء نواب الشيطان أعوان الشيطان نطق الشيطان بألسنتهم ونظر باعينهم هذه هي حقيقتهم من الاخر كل الذي احدثكم به احاديث الائمه ما هو بشيء من عندي الامام الصادق هو الذي يقول اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها راويه حديث ويحسن الروايه لا هؤلاء الغبران في النجف لك هؤلاء الثولان في كربلاء راوية يحسن الرواية والشيعة تعده فقيها الإمام الصادق يقول إنا لا نعده فقيها أي فقيه هذا؟ هذا فقيه بنظر الشيعة هذا راوية حديث ناقل للحديث هناك من رواة الحديث فقهاء من هم؟ الذين يكونون محدثين يكونون مفهمين هذا هو دين الائمه جميل واضح صريح اما هذا الذي في حوزه النجف هذا بيت العنكبوت هذا بيت الشيطان هذا الطريق المعقد الشيطاني الذي يغلف بالاكاذيب ويغلف بتجهيل الشيعه والضحك على ذقونهم وبسرقه اموالهم الاموال عند الشيعه اموال صاحب الزمان حينما تنتقل الى جيوب المراجع تصبح مجهوله المالك كي يعبث بها المرجع واولاده واصهاره واحفاده هذا هو الواقع الذي عليه الشيعه ومن هنا قلت لكم لا يوجد حاكم شرعي حقيقي وهؤلاء اذا ما حكموا بشيء لا شرعيه لحكمهم. هؤلاء الذين تكون لهم شرعيه انهم رواة الحديث الذين يكونون محدثين مفهمين من قبل الائمه. الائمه اعطونا ضمانا من ان عمليه التفهيم ستكون موجوده على طول عصر الغيبه نحن ابتعدنا عن هذا المسار وجئنا بمنهج ناصبي جاء به الطوسي وبقي موجودا الى يومنا هذا هذه مشكلتنا هذه مشكله الشيعه اما الائمه فقد وضعوا لنا المنهج الصحيح البدايه من روايه الاحاديث طالب العلم الديني يفترض فيه منذ اول لحظه للدراسه ان يحفظ الحديث وان يقرا الحديث ويجاور ذلك ان يتعلم اسرار العربيه وان يتعلم اسرار الادب العربي وان يتعلم خصائص البلاغه والفصاحه وهذا كله لا يعرفه طالب العلم الديني المراجع انفسهم لا يعرفون ذلك حينما يتحدثون يتحدثون بلغه تفتقر الى ابسط المعايير الادبيه وحينما يؤلفون كتب مراجع الشيعه مسخره اذا اردنا ان نقيسها بالمقاييس الادبيه انها مسخره يؤلفون العشرات والعشرات على سبيل المثال كتب محمد الشيرازي كتب محمد الشيرازي هي ككتب بقيه العلماء لكننا اذا اردنا ان نقايسها بمقاييس ومعايير الادب هي مسخره كبقيه كتب المراجع الاخرين اذا اردنا ان نقايس كتبهم بمقاييس ومعايير الادب هي مسخره مسخره اشرت الى محمد الشيرازي لانه قد الف عددا هائلا من الكتب هذا هو السبب الذي اخذته مثالا لانه قد الف عددا هائلا من الكتب بحسب المعايير الادبيه فهذه الكتب مسخره وهذا الوصف لا ينطبق على كتبه فقط على كتب بقيه مراجع حوزه النجف وكربلاء كتبهم تفتقر الى المعايير الادبيه الصحيحه يندر ان نجد بين علماء الشيعه ممن يمتلك قلما ادبيا الاعم الاغلب كتاباتهم هزيله الى ابعد الحدود يضحكون عليكم من ان هؤلاء علماء وحار الغرب بهم وحار علماء السنه بهم علماء السنه يضحكون على علماء الشيعه يجدون علماء الشيعة مسخرة ومهزلة وتلك حقيقة تلك حقيقة علماء الشيعة مسخرة ومهزلة كتبهم دالة على ذلك منطقهم حديثهم دال على ذلك هذا هو الواقع أنت موجود على الأرض أي فقهاء أي مراجع هؤلاء مهزلة ومسخرة هؤلاء فقهاء مراجع في أجواء حوزة النجا سفهاء مع سفهاء في هذه الأجواء أغبياء مع أغبياء ثولان مع ثولان هذا هو الواقع موازين الأئمة هذه أين نجد لها انطباقا في حوزة النجا لو بحثتم ليل نهار في كل زاوية وحققتم مع كل معمم لن تجدوا حرفا من هذه الرواية منطبقا هناك اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا لن تجدوا شخصا واحدا في النجف وفي كربلاء يحسن الروايه عن العتره الطاهره بهذا المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدد هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه امامنا الصادق روى حديثنا روايه الحديث هي هذه قطعا الامام الصادق يقصد المثل الاعلى المثل الاعلى هو هذا حينما يقول في مواصفات الحاكم الشرعي قطعا يقصد المقام الأعلى المقام العلمي الأعلى في معارف العترة هو هذا من هنا قلت لكم لا وجود لحاكم شرعي حقيقي بحسب ما يريد أئمتنا في الواقع الشيعي نحن عندنا مجموعة من السفهاء مجموعة من التافهين يقال لهم آيات الله العظمى عقول شيطانية ومعلومات شافعية أشعرية معتزلية هذا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش آه... اشياء يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مش داعي اقول أه. تركب يعني خلاقه اهمي شنو؟ خلاقه اهمي شنو؟ يقول لك حالة صدور حقوش والناس حباط كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء قال اركب مثل ما تركب نام ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا أبو الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه روى حديثنا ثم ماذا؟ ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن بلغ ما بلغ في مرتبة رواية الحديث وأحسن ما أحسن في رواية الحديث وصار فقيها فهنا يفسح له المجال ان ينظر في حلالهم وحرامهم ان ينظر في حلالهم وحرامهم لا ان يحكم عقله وانما ان يستعمل عقله في التدبر في التامل في التعمق في الدراسه في التحقيق ضمن سياج قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ضمن هذا السياج لا أن يخرج من هذا السياج أقرأ عليكم من معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في أول الكتاب الحديث الأول بسنده عن داود ابن فرقد قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أنتم أفقه الناس متى؟ إذا عرفتم معاني كلامنا إنما نعرف معاني كلامهم إذا ما روينا الحديث وأحسننا روايته وكنا على إلمام بالعربية وآدابها وبلاغتها وفصاحتها وأسرارها ووفقنا بتوفيق الأئمة أن وصلنا إلى هذه المنزلة أن ننظر في حلالهم وحرامهم وقد ضربت لكم مثالا في الحلقتين الماضيتين إنه مثال صغير للنظر في حلالهم وحرامهم ما مر من كلام في مسألة الطلاق التي اتحدث عنها في هذه الحلقات في الحلقتين الماضيتين هو انموذج للنظر في حلالهم وحرامهم انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا الامام مستمر في حديثه إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب من هنا نحن نحتاج إلى المفاتيح إلى مفاتيح المعاني وهي معارض كلامه معارض كلامه اسرار لحن قوله نستطيع ان نصل اليها من خلال النظر في حلالهم وحرامهم نترقى في هذا الموضوع والا فان القضيه تنشا شيئا فشيئا وبالتدريج من اول يوم لدراسه حديثهم وحفظه العمليه عمليه تراكميه بشرط ان يكون المسار مسارا صحيحا ان الكلمه لتنصرف على وجوه في حديث اخر وهو الحديث الثالث في اول الكتاب بعد مقدمه التحقيق حديث تدريه امامنا الصادق يقول صلوات الله عليه حديث تدريه خير من الف حديث ترويه وانما تدريه من خلال التفهيم واسباب التفهيم متوفره للشيعه الشيعه هم الذين منعوا انفسهم عن ذلك القران اعطانا قانونا هناك قانون في القران هذا القانون لجميع الناس ليس لشخص بعينه او لمجموعه بعينها اذهبوا الى سوره البقره والى الايه الثانيه والثمانين بعد المئتين وهي اطول ايه في القران انها ايه كتابه الدين آية الدين آية كتابة الدين الآية الثانية والثمانون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة الآية طويلة لا مجال لقراءتها عودوا إليها بأنفسكم بعد الحلقة أتمنى عليكم ذلك كي تدركوا مرادي الايه تبين لنا الطريقه الشرعيه في التعامل مع القروض في التعامل مع المعاملات التجاريه القضيه قضيه فقهيه شرعيه محضه ليست عقائديه وليست في مقام التفسير والتاويل القراني الايه هكذا تبدا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وتستمر الايه في هذا السياق الحديث عن شان تجاري عن شان شخصي عن وضع مالي معين كل التفصيل في هذه الايه التي تشكل صفحه كامله في المصحف الذي بين يدي كلها في هذا الشان في اخر الايه ماذا ورد واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم جعل التعليم متفرعا على التقوى يعني ان الفقيه الذي يتصف بهذه الصفة سيأتيه التعليم، سيأتيه التفهيم. تلاحظون التطابق الواضح فيما بين آيات القرآن وأحاديث العترة، ألا لعنة، لعنة، لعنة وبيلة على منهج مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على حوزة النجف. الا لعنة على منهج حوزة الطوسي منهج القذارة والتفاهة والسفاهة هذا هو منهج القرآن وهذا هو منهج العترة القرآن هكذا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله هذا التعليم ليس تعليما بالورقة والقلم مادته التقوى التعليم بالورقة والقلم له مجاريه له أسبابه ولكن التعليم هنا في الآية عن تعليم مادته التقوى وهو تعليم في الشأن الإفتائي فالآية ترتبط بهذا الشأن انها ايه كتابه الدين ما هي بايه تتحدث عن الملكوت ولا هي بايه تتحدث عن اسرار الاسم الاعظم. الايه تتحدث عن شان دنيوي محض هذا يعني ان التعليم وان التفهيم متاح لنا نحن الذين منعنا انفسنا من ذلك هؤلاء السفله في النجف وكربلاء هم الذين سلكوا في مناهج النواصب وقطعوا الطريق علينا. الان لعنه على منهجهم. القرآن هو الذي يقول: عودوا الى الايه بانفسكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الايه واضحه من ان التعليم ياتي من هذه البوابه من بوابه التقوى التقوى لا بفهم النواصب لا بفهم نواصب سقيفه بني ساعده ولا بفهم نواصب سقيفه بني طوسي بني نجف بني مرجعيه سود الله وجوههم هذه تقوى سقيفه بني ساعده التقوى في ثقافه العتره الطاهره التقوى هي الوسيله التي تحمينا تحمينا من الضلال في الدنيا ومن النار في الاخره انها ولايه امام زماننا معرفتنا بامام زماننا كلما تعمقت كلما توفقنا للحصول على مناعة هائلة هي هذه التقوى على مناعة تساعدنا ألا نقع في الضلال في الدنيا وألا نذهب للنار في الآخرة التقوى هي وسيلة الوقاية ووسيلة الوقاية معرفة إمام زماننا فمن لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه واتقوا الله ويعلمكم الله فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هذا هو التحديث حتى يكون محدثا هذا يعني ان مراجع النجف لا تقوى عنده حينما اقول لكم هؤلاء سفله هذا الكلام ليس دعايه سياسيه، انا لست سياسيا، انا احدثكم من عمق ثقافه الكتاب والعتره، لو كانوا على تقوى لنالوا التعليم بحسب هذه الموازين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نذهب الى فاصل. عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه عن بدر ابن الخليل الازدي قال قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ايتان ايتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط ادم عليه السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما أهتان لم تكونا منذ هبط ادم, من آدم عليه السلام <applause> امامنا الصادق يقول ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج هنا لا بد أن يتأكد نظر راوية الحديث في حلالهم وحرامهم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا انما يتحقق النظر الصحيح في حلالهم وحرامهم بشرطين الشرط الاول ان يكون النظر داخل سياج منظومتهم الثقافيه ضمن سياج قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون ملما بمنظومه احاديثهم كي يستطيع ان يقارن بين الاحاديث كي يستطيع ان ينظم الاحاديث ان يبتدا من المعنى السطحي الى المعنى الاعمق والى ما هو اعمق منه ان يعرف المضامين التي عرضت تاره بلسان التقيه واخرى بلسان المداراه واخرى بلسان التعليم واخرى بلسان التبليغ واخرى 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 بلسان الصدع بالحق واخرى ببيان الحقيقه لاقوام ياتون في اخر الزمان وليس لاقوام في زمان الائمه فهناك المتعمقون في اخر الزمان بعض القران نزل لهم نزل للمتعمقين في اخر الزمان هم اخبرونا بذلك سوره التوحيد مثلا نزلت للمتعمقين في اخر الزمان فمن القران ما نزل للمتعمقين في اخر الزمان وكذلك من حديثهم صلوات الله عليه فما هو للمتعمقين في اخر الزمان اصحابهم ما كانوا يعونه هذا للمتعمقين في اخر الزمان الحكايه واسعه الحكايه عميقه عميقه جدا هذا هو فقه العتره وليس ذاك الهزال الذي يدرس في حوزه الطوسي تلك قمامه بتمام معنى هذه الكلمه قمامه قمامه حديث تدريه خير من الف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ومستحيل مستحيل 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 أن تعرف معارض كلامهم من دون الاطلاع الواسع على منظومتهم الحديثية ومن دون حفظ أحاديثهم مستحيل مستحيل ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج قد يقول قائل فهذا أمر فوق الطاقة أن يطالب جميع الدارسين للعلوم الدينية بمثل هذا أنا أتحدث عن واقع شيعي بعيد عن منهج العترة الطاهرة أما إذا أسسنا حوزة أسسنا جامعة وفقا لمنهج العترة الطاهرة فإن الأمر يكون أسهل مما تتوقعون أسهل مما تتوقعون فإن الأمر يكون سهلا جدا حينما أتحدث بهذه الطريقة وأبين من أن إدراك المعارض يحتاج إلى كل تلك الشرائط لأننا في واقع ناصبي لأننا في واقع لا صلة له بمنهج العترة الطاهرة هذا هو السبب اما اذا انشانا واقعا شيعيا صحيحا وانشانا حوزه شيعيه صحيحه واستطعنا ان نفكك العقل الناصبي المستدبر الذي يهيمن على الواقع الشيعي واستطعنا ان نعيد بناءه وفقا للمفردات العقائديه السليمه من عميق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن عميق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فإن الأمر سيكون سهلا جدا وسهلا سهلا سهلا جدا إذا هذه مواصفات الحاكم الشرعي روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ومثل ما قلت لكم ما بينته لكم في الحلقتين الماضيتين كان أنموذجا مصغرا مقربا لهذا المضمون للنظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامنا روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا عرف احكامنا هي هذه المنزله الاعلى في هذا المنهج بعد روايه الحديث بالمواصفات التي مرت وبعد النظر في حلالهم وحرامهم بالمواصفات التي مرت فإن المرتبه الثالثه عرف احكامنا وإنما تتحقق له معرفه الاحكام كي يكون حاكما من قبل محمد وال محمد انما يكون ذلك بالارتباط بامام زمانه لا اتحدث عن ارتباط مباشر عن ارتباط جلي واضح وانما اتحدث عن ارتباط قلبي عن ارتباط عقلي الامام سيكون مفهما له وهو يحتاج ان يكون متوجها لامامه هناك علاقه متبادله بالضبط كهذا الذي سال امامنا الرضا صلوات الله عليه من شيعته من شيعه الرضا سال الامام الرضا فقال له يا ابن رسول الله ما لي من المنزله عندك ما هي منزله عندك ماذا اجابه الامام الإمام قال له: انظر إلى قلبك ما لي أنا أنا الرضا صلوات الله عليه، ما لي أنا من المنزلة عندك بقدر ما لي من المنزلة عندك لك من المنزلة عندي. منطق سليم هل هناك من منطق يتميز بالحكمة وبالصحة والوضوح والمنطقية كهذا المنطق قال له انظر الى قلبك ما لي انا للامام الرضا من المنزلة عندك يا ايها الشيعي في قلبك فان لك من المنزلة عندي القانون الالهي اذكروني اذكركم هذا هو قانون الله اذكروني اذكركم فلا بد من وجود علاقه فيما بين هذا الفقيه وامامه بالضبط مثل ما جاء في روايه التقليد هذا الشيعي الذي لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه، الذي لا يريد ان يكون على دين اكثر مراجع التقليد عند الشيعه، لماذا؟ لانهم اضر على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه، هكذا وصفهم الامام الصادق الى ان قال صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه مرجع التقليد الأعلى عند الشيعة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ماذا سيفعل به؟ وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب عملية التقييد هذه تحتاج إلى وجهين الوجه الأول هناك تسديد من الامام لهذا الفقيه المؤمن هذا التسديد للفقيه المؤمن يقابله اقبال من الفقيه المؤمن على امامه كي يستطيع ان يستلم التفهيم ما هي عمليه ارسال واستلام اذكروني اذكركم وهي عملية توفيق لهذا الشيعي وإنما يقيض له فقيها مؤمنا كي يقف به على الصواب العملية متبادلة بالضبط كما في توقيع إسحاق بن يعقوب الذي لا يفقهه هؤلاء الحمير من المعممين لا يفقهون معناه فضلا عن انهم يضعفونه السيستاني يضعفه لا يعبا به. الخوئي يضعفه لا يعبا به ولكنهم يضحكون على الشيعه حينما يريدون ان يتحدثوا عن دليل لمرجعيه فقهاء النجف ياتون بتوقيع اسحاق بن يعقوب لكنهم في كتبهم ينكرونه وهذه الكتب التي ينكرون فيها التوقيع الشريف هذا كتاب الخوئي وهذا كتاب السيستاني قد لا اجد وقتا في هذه الحلقه للتوغل في المطلب ربما اتركه الى حلقه يوم غد اقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره وطبعه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 511 إنه التوقيع المعروف توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد من الناحية المقدسة إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى هذه الصفة الى اشخاص يحفظون الحديث الى اشخاص عندهم المام باسرار العربيه الى اشخاص يمتلكون قدرا من الفصاحه الى اشخاص يعرفون القاء الروايات الى اشخاص عندهم فقه بالروايات التي يروونها هؤلاء هم رواه الحديث هؤلاء هم الذين نظروا في الحلال والحرام الا ان امامنا الحجه ذكرهم بالوصف الاول كي يميزهم عن اصحاب الراي فاصحاب الراي نهانا الائمه عنهم وهم مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هم اصحاب الراي الذين تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها مثل ما وصفهم امير المؤمنين من انهم اعداء السنن اعداء الاحاديث الذين تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فماذا فعلوا فاتخذوا عباد الله خولا اتخذوا الناس عبيداً حميرا كما في الوثيقه الديخيه التي عرضتها عليكم قبل قليل فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا وسرقوا اموال الناس بعنوان انها اموال صاحب الزمان وعبثوا فيها هذه الاوصاف ذكرها لنا امير المؤمنين وسنعود اليها فإمامنا الحجة ذكرهم بهذا الوصف لم يذكرهم بالوصف الثاني من أنهم نظروا في الحلال والحرام لأن الوصف هذا قد يوقع الشيعة في شبهة فيتصورون أن الذين في النجف وكربلاء هم من المقصودين بهذا التوقيع الإمام ذهب الى الوصف الواضح المميز واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا الى رواه حديثنا الذين يروون لكم الحديث متى روى لكم الخوئي الحديث متى روى لكم محمد باقر الصدر الحديث متى روى لكم السيستاني الحديث متى روى لكم هؤلاء هؤلاء لا يروون الحديث هؤلاء ما هم برواة حديث هؤلاء يدرسون طلاب الحوزة المنهج الشافعية والمنهج الأشعري والمنهج المعتزلي ويلوكون آراء أمثالهم من الفقهاء الذين سبقوهم من فقهاء حوزة الطوسي نفسها فما هم برواة حديث متى رووا لكم الحديث؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. حجتي عليكم، هناك صلة معنوية فيما بينهم وبين إمامهم بقرينة وأنا حجة الله عليهم. فهناك رابطه فيما بين الامام وبين الله بحسب الامام ولكن هناك ايضا رابطه فيما بين رواه الحديث والامام بحسبهم بحسب رواه الحديث كل بحسبه ما هو الكلام نفسه مثلما صاحب الزمان حجه الله عليه هناك رابطه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهؤلاء رواه الحديث حجه على الشيعه من قبل الامام هناك رابطه فيما بينهم وبين امامهم هذه الرابطه هي التي من خلالها يصل التفهيم وحينئذ ستكون أحكامهم وفتاواهم ليست اجتهادية ما بين الخطأ والصواب مثل ما يفعل أبو حنيفة والشافعي ويفعل مراجع النجا ويقولون لكم من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر بهذا المنهج قتل أئمتنا يقتلون الأئمة ويقولون من أنهم اجتهدوا فأخطأوا وحينئذ سيؤجرون على قتلهم للزهراء ما هو هذا الذي يجري حينما يتحدثون عن الخوارج ألا يقولون عنهم من أنهم اجتهدوا وأخطأوا حينما يتحدثون عن جرائم معاويه الا يقولون عن معاويه من انه اجتهد واخطا اصاب في بعض اجتهاداته واخطا في بعضها الا يقولون عن عائشه من انها اجتهدت واخطات فهي ماجوره لان المجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر واحد هذه مهزله سقيفه بني ساعده والذي يجري في النجف وكربلاء مهزله سقيفه بني طوس لو كانوا حجه من قبل الامام كيف تكون فتاواهم ما بين الخطا والصواب هذا الكلام ليس منطقيا الامام حينما ينصب احدا حجه من قبله هناك صله فيما بينه وبين الذي نصبه فلا بد ان تكون فتاواه صحيحه لا ان تكون بين الخطا والصواب وحينما نصبوا هؤلاء حكاما شرعيين للشيعه لا بد ان تكون احكامهم صحيحه واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم مثلما هناك اتصال فيما بين الامام وبين الله قطعا بحسب الامام صلوات الله عليه فانهم حجتي عليكم هناك اتصال فيما بين الامام وبين رواه الحديث قطعا بحسبهم كل راويه بحسبه عبر هذه الصله ياتي التفهيم هذا التفهيم بينه لنا في الكتاب نفسه في التوقيع نفسه حينما قال امام زماننا واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبتها عن الابصار السحاب قطعا اهم مورد في الكتاب هم هؤلاء رواه الحديث وهؤلاء هم الذين ينتفعون من امام زمانهم بنحو اكثر من سائر الشيعه فهذا المضمون ينطبق بالدرجه الاولى على هؤلاء الذين جعلهم الامام حجه من قبله لو ان حوزه الطوسي تتبنى هذا المنهج لتغير الواقع الشيعي بالكامل هذا هو الذي ادعو اليه ليس اليوم منذ زمن طويل ادعو حوزه النجف ان تصحح مسارها اذا كانوا لا يملكون خبره في هذا الباب فانا واحد منهم انا املك الخبره في هذا الباب انا قادر على ان اضع لهم المناهج انا قادر على ان اهيئ الاساتذه أنا قادر على أن أهيئ الكوادر التي تدير هذا العمل أنا قادر على ذلك ولكنهم لا يريدون هذا وأنا لا أريد منهم شيئا لا أريد أن أترأس على أحد ولا أريد مالا فلست بحاجة إلى أموالهم ولا أريد مرجعية ولا اريد منصبا ولا اريد شيئا انما ادعوهم الى تصحيح منهج حوزه الطوسي وان اكون في خدمتهم واما وجه الانتفاع بي في غيبتي قطعا الذي يشخص المشكله هو قادر على ان يضع الحل وانا شخصت المشكله منذ زمن بعيد ووضعت الحلول منذ زمن بعيد لكنهم خنقوا صوتي خنقوني ويحاولون القضاء علي بايه وسيله من الوسائل الى هذه اللحظه وانا واحد منهم ما انا بغريب عن واقعهم، انا واحد منهم، انا من ابناء البيت من البيت نفسه، واما وجه الانتفاع بي في غيبتي، الامام هكذا يقول فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذه هي الصلة التي قصدتها ما بين رواة الحديث وإمام زماننا حينما قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم, القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلا أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الغيبة الكبرى ويحدثنا عن شؤون إمام زماننا وما يفعله بخواص شيعته فيقول أمير المؤمنين من أنه من أن صاحب الأمر في سترة عن الناس في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن هذا الأمر لا بد أن يقع فالإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين ثم ليشحذن فيها قوم في تلك الغيبة في الغيبة الكبرى في تلك السترة في ستره عن الناس ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين هو الحداد مثلما يشحذ الحداد السيوف حيث يرفع الصدا عنها ويشحذ حدها ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل كيف ذلك يا امير المؤمنين يجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعه المعنى هو هو الانتفاع من فيض امامنا كالانتفاع من الشمس اذا ما جللها اذا ما غطاها السحاب هم حجتي عليكم كيف يكونون حجة من قبله على الشيعة ويتركهم؟ لا يمكن ذلك، لابد ان يكون متواصلا معهم تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم يرمى بالتفسير بتفسير صاحب الزمان وليس بالاحاديث التفسيرية الموجودة في الكتب وانما تفسير صاحب الزمان يصل الى مسامعهم فيتكامل مع الاحاديث التفسيريه وهذا هو التفهيم هناك الاحاديث التفسيريه في الكتب لكن هؤلاء ياتيهم المدد التفسيري من امام زمانهم فيزدادون معرفه فوق الاحاديث التي هم رواتها ياتيهم التفسير من امام زمانهم انه تفسير جديد. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد هكذا نسلم على امام زماننا. هذه تجليات الحق الجديد اذا كم نحن قد اسانا الى انفسنا وحرمنا انفسنا من هذا الفيض. وهؤلاء مراجع النجف كم اساؤوا الى ابائنا واجدادنا حيث حرموهم من هذا الفيض من فيض امام زمانهم لانهم ذهبوا مغربين وتركوا الامام مشرقا ذهبوا الى العيون الكدره القذره تلاحظون عظم جريمه هؤلاء بحق اجدادنا وابائنا وبحقنا ايضا نحن العقل الشيعي الان عقل ناصبي حتى اذا افترضنا ان شخصا القى صاحب الزمان حقائق التفسير في مسامعه لا يستطيع ان يحدثنا ان يحدث الشيعه به، لماذا؟ لان العقول ناصبيه قذره انها عقول مراجع النجح مراجع النجف هم الذين انشاوا العقل الشيعي الجمعي تلاحظون عظم الجريمه تعرفون خطر هذا الامر لذلك سيكونون اعداء لصاحب الامر ولذا فان شيعه العراق سيكونون اعداء لصاحب الامر المشكله من هنا تبدا لو أن مراجع النجف يرمي الإمام بالتفسير في مسامعهم لأنهم كانوا من رواة الحديث ومن الذين نظروا في الحلال والحرام وممن عرفوا الأحكام فهل سيكونون أعداء لصاحب الزمان وهل سيدمرون العقل الشيعي وسيقودون الشيعة بعد أن يأمروهم بمبايعه السفيان يقودونهم لحرب امام زمانهم قطعا لا يفعلوا ذلك هذا هو الذي ادعوكم اليه هذا هو الذي ادعوكم اليه انا لا اريد شيئا منكم هل نقلت لكم شيئا من عندي ام انني اقرا كلامهم واحدثكم بلغه عربيه واضحه لا حرفت المعاني ولا قطعت الاحاديث ولا قمت بعمليه لي لعنق روايه من الروايات ابدا اقرا الاحاديث من مصادرها الاصليه واحدثكم بلسان عربي واضح هذه مجموعه حدثنا عنها امير المؤمنين في زمان الغيبه دققوا النظر معي ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبه قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح هم في حالة تواصل مع إمام زمانهم صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء لكن هؤلاء علاقتهم تختلف عن مستوى التوقع الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانهم صباح مساء ويغبقون يغبقون يسقون الحكمة وقت المساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح هذا جمع وجمع اخر ايضا حدثنا امير المؤمنين عنهم هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء ما هي اوصافهم اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ما عندي وقت أن اعرض لكم ما تحدث به كمال الحيدري عن انه خرج وتكلم من دون وعي حينما تحدث عن الموروث الشيعي من انه مجوسي واسرائيلي والى اخره وقال من انه لا يدري هذه الحالة رحمانية او شيطانية، انا اقول له هذه حالة شيطانية لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها، لأن الرحمن لا يخفي فيضه، الشيطان يخفي فيضه لا يستطيع ان يشعرك من انها رحمانية ولا يستطيع ذلك ولا يستطيع ان يبقيها علنية كي تستشعر بها شيطانية فهو يخفيها عليك فانت لا تعلم من انها رحمانيه او شيطانيه وهذه الحاله ليست خاصه بكمال الحيدري السيستاني كذلك الخوئي كذلك محمد باقر الصدر كذلك ما كمال الحيدري هو تلميذهم تلميذ الخوئي وتلميذ محمد باقر الصدر الجميع هكذا والدليل ما يكتب في اول الرساله العمليه من ان الفتاوى هذه مبرئه للذمه مبرئه للذمه يعني ان المرجع لا يملك صكا بصحه هذه الفتاوى ولانه لا يعرف الفتاوى الصحيحه فخلط بين الصواب والخطا وقدم للشيعه هذه القمامه وقال لهم اعملوا بها فهي مبرئه لذمتكم لا يعني ان الفتاوى صحيحه حينما يقولون من انها مبرئه للذمه يعني انها ستكون معذره كما يقال في علم الاصول تكون معذره يعني ان المكلف يكون معذورا هذا هو الذي وصل اليه هذا معنى من ان العمل بالرساله مبرئ للذمه لان المرجع ليس متاكدا من صحه فتاوى لو كان متاكدا من صحه فتاوى اذن لماذا هذه الاحتياطات لماذا هذه الاحتياطات ليس متاكدا من صحه فتاوى هذا منهج شيطاني المنهج الرحماني هذا تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح فهل تكون فتاواهم خاطئة؟ الذين فتاواهم خاطئة هؤلاء اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم بالضبط مثل ما يتحدث كمال الحيدري سأعود إليه في حلقة يوم غد فنظر بأعينهم الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا هو واقع حوزة النجاة. هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء تلك هي الحقيقة من الآخر من هنا قلت لكم من أنهم ليسوا حكاما شرعيين الشيعة يقولون هذا الشيعة غبران هو شيعة فهم علم إمامنا الصادق قبل قليل قرأت عليكم من رجال الكشي من أن الشيعة إذا اختارت فقيها من رواة الحديث الحقيقيين الذين يحسنون الرواية الإمام يقول إنا لا نعده فقيها فما بالكم وهم يختارون فقهاء من هذه القمامة من قمامة النجف وكربلاء أعني حوزة الطوسي يختارون فقهاء من هذه القمامة هؤلاء فقهاء القمامة فكيف يكونون حكاما شرعيين؟ لهذا السبب قلت من ان هؤلاء ما هم بحكام شرعيين، الحكام الشرعيون هم هؤلاء الذين يحدثنا عنهم ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هناك الكثير من المطالب لا اريد ان استمر وتكون الحلقه طويله جدا ويتشتت الموضوع ساترك البقيه ليوم غد ان شاء الله تعالى المطالب هذه ضروريه اخاطب ابنائي وبناتي من شباب شيعه الحجه بن الحسن ادرسوها واحفظوها تعلموها هذه ستنفعكم لا اتحدث عن ايامنا هذه ستنفعكم في قادم الايام هذه الحقائق قد لا تجدون احدا يحدثكم بها نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله